ظل نبض الشعر رفيقا لعمر أبو سالم الشاعر المرهف طوال رحلته الإعلامية والثقافية، سواء في الأردن أو في الإمارات. هذا البلد الذي أحبه فأخلص له وأورق بين يديه قصائد تضاف إلى سيرته الإبداعية المرهفة. هو شاعر من جيل الثمانينيات، في سيرته نحو 8 دواوين شعرية صدرت ما بين عمان وبيروت والشارقة ودبي. عرفته الأوساط الأدبية إنسانا رقيقا وحالما، وهو في كل ما أسند إليه من مناصب إعلامية وأدبية لم تفارقه ابتسامة الأخ والصديق والزميل. كان على الدوام مزهوا بفكرة الوطن، هذا الوطن الذي يراه شاسعا وكبيرا، وطن يتجاوز الجغرافيا ويحلم معه بالندى والحب والفطرة والصفاء. هو وطن يسع الجميع ويتفاعل مع حكاياتهم وهواجسهم وأحلامهم. هكذا كانت الإمارات بالنسبة لعمر أبو سالم الذي حط رحاله فيها منذ أكثر من 40 عاما، فكتب على أرضها الحكاية منذ البدء، وصدر في دبي عام 1979، ووردها للوطن وقبله للحبيبة، وصدر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الشارقة عام 1989. امتهن العمل الإعلامي بين عام 1969 و1970 في الإذاعة الأردنية قبل أن يرتحل إلى الإمارات ويواصل مسيرته في هذه المهنة التي عشقها، حتى فارقنا تاركا خلفه إرثا جميلا وباذخا بالمحبة والعطاء. أصدر عمر أبو سالم إضافة إلى مجموعتيه السابقتين ليل سفر وهو شعر محكي وزارة الثقافة والسياحة والآثار عمان عام 1982، وأسفار الرحلة وبدايات الخروج شعر رابطة الكتاب الأردنيين عام 1985، والسنوات المقبلة وهو شعر وزارة الثقافة عمان عام 1996، وسيدة الظلال شعر بيروت عام 1999، والأعمال الشعرية عام 1966 و1999، دار العودة بيروت عام 1999. عمر أبو سالم كان على الدوام يرى في الشعر ضالته ومبتغاه، فهو يشعره على الدوام بالقوة والأمان وينتشله من التشتت والرتابة وسوء الحال. كان الشعر وسيلته لكسر كافة الحواجز بينه وبين الناس، فالقصيدة بالنسبة له نخلة وارفة تسع الجميع، لا تمييز بين الناس في ظل هذه النخلة التي كانت تكبر في قلبه، فيرتدي عناوينها قولا وفعلا وهاجسا شعريا يأخذك إلى كافة أغراض الشعر وإلى تلك الطبيعة الخلابة التي توزع الحب بالقسطاس على الجميع. أحب عمر أبو سالم الشعر لأنه كان يمنحه تلك الثقة العالية بالناس، وأن ما يوحدهم في نهاية المطاف هو تلك الكلمة الطيبة التي تخرج دافئة وحنونة ورقيقة بالخير والتسامح، تلك الكلمة التي رآها دائما قريبة من نبضه فتأملها وجال في محرابها شعرا. على مستوى الإعلام الثقافي أبدع عمر أبو سالم في الإذاعة والتلفزيون، وأحب الميكروفون الإذاعي والشاشة التلفزيونية ونجح فيهما، لكن في كل عمله الوظيفي هذا بقي مخلصا للشعر، للقصيدة العمودية ولقصيدة التفعيلة. ولم يكتب قصيدة النثر ليس لأن لديه موقفا رافضا تجاه هذا الجنس الشعري، بل لأن طبيعته وثقافته الأدبية قامتا على أصول الشعر العربي الخليلي العمودي والتفعيلي. تابع عمر أبو سالم في موطنه الثاني الإمارات كافة القضايا الثقافية التي كانت تطرحها الصحافة الإماراتية والعربية المتخصصة في الفكر والأدب والفنون، وكان بحق يمتاز بأخلاق رفيعة. رحل الإعلامي والشاعر عمر أبو سالم ليمضي ويحط رحاله عند ربه، تاركا وراء ظهره فيضا من بصمات لا تزال تلمع بين دفاتر الشعر وأثير الإعلام، وهو الذي أحب الإعلام والشعر معا وقد أبدع فيهما، فكانت له صولات وجولات عدة فيهما. الإعلامي عمر أبو سالم غرس محبته في قلوب كل من عرفوها، وهو الذي كان ابن جيل مؤسسي تلفزيون دبي. الراحل أحب وطنه كثيرا وكتب فيه شعرا ونثرا، وترك في حضنه قصائد عدة لتظل تذكره عند أبناء الوطن على اختلاف أجيالهم. كثرهم الذين عرفوا الراحل عمر أبو سالم، وهو الذي رافق ميكروفون الإذاعة لسنوات طوال، وقد أحبوه ومن بينهم المسرحي عبد الإله عبد القادر
الذي كتب فيه الشاعر المبدع عمر أبو سالم: كان المستمع لا ينام إلا بعد أن يستمع إلى مرافئ الليل مع المختارات الشعرية المنوعة التي ينقل المستمعين عبرها إلى عوالم الرومانسية، مقدم للمستمع أجمل الاختيارات الشعرية العربية. كان الراحل نجماً في إذاعة دبي التي تأسست في عام 1971. للشاعر الذي انضم في سنواته الأخيرة إلى المكتب الإعلامي لحكومة دبي حضور أخلاقي جميل يقابله حضور شعري متميز بفضل رنة صوته الخاصة، وهو الذي كتب العديد من القصائد التي مكنته من اعتلاء عرش الشعر.